الآية تقول: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، والملائكة الكرام يتجسدون. إذن فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. البشر هو هذا الشكل الذي نحن عليه الآن. الله ألهم كل نفس فينا الفجور والتقوى، فالأنبياء الكرام هو الذي رفع مستوى التقوى إلى أعلى مستوى، وخفض مستوى الفجور إلى أخفض مستوى. يعني عندك مثلا جهاز موبايل، عندك جهاز تلفزة، مع الزمن يضعف الصوت والصورة. يعني كمال الإنسان إذا تقدم به العمر يضعف عنده القوة والحركة، يضعف عنده استقبال الروح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة نوضح لكم فيها الكثير من الأمور التي تأتيكم غالبا عن طريق الخطأ أو عن طريق العبث بالكلمات. طبعا عشرات فيديوهات عندكم: خرجت روحه، رجعت روحه، ذهبت روح فلان، أين التقت الأرواح، هل أرواح الأموات تتقابل؟ يا أخي ميزوا بين النفس وبين الروح. النفس تختلف عن الروح جملة وتفصيلا، لكن هي الأرواح الأرواح الأرواح. هناك فرق بين الروح وبين النفس وبين الجسم بالميم وبين الجسد بالدال. يجب أن نوضح الأمور مثلما أوضحها كتاب الله تعالى، وكل شيء فصلناه تفصيلا في كتاب الله. طبعا الجسم، النفس، الروح، هذه الأقانيم الثلاثة، الأقنوم بمعنى الأساس أو الأسس، هذه الأقانيم الثلاثة يتكون منها كل إنسان. الآية تقول: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا هو الجسم، الكتلة، الوزن، الأحشاء، الأمعاء، الكبد والرئتين والعين والأيدي والأرجل والعظام. إذن بشرا من طين. فإذا سويته، ماذا سوى؟ نزل إلى صورة الشمس. ونفس وما سواها. إذن خلق النفس. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. واضح أن الروح تختلف عن النفس، تختلف عن الجسم، حسب ما ورد بصورة صاد الآية 71 والآية 72. إذن مراحل التكوين هي: الجسم تم تكوينه على مرحلة 2 3 4 5. الكثير من الملحدين يقولوا لي: الله مرة يقول خلق الإنسان من تراب، مرة بيقول خلقه من طين، مرة بيقول خلقه من صلصال، مرة بيقول خلقه من حمأ، يفهمنا من أين خلقه. يا أخي والله العظيم، يعني هذا الحقد، يعني أو هذا يعني الضغينة التي عندهم. بهدوء أقول لكم: هذا القميص مصنوع من القطن. هذا الكلام صحيح. أقول لكم: هذا القميص مصنوع من الخيوط. بتقول لي: صحيح. هذا القميص مصنوع من القماش. بتقول لي: أيضا صحيح. يعني غير مصنوع من الجلد مثلا. إذا قلت لك هذا القميص مصنوع من القطن فكلامي صحيح. أقول لك هذا القميص مصنوع من الخيوط، بتقول لي: كلامك صحيح. هذا القميص مصنوع من القماش، بتقول لي: كلامك صحيح. إذن لا يعني كلامي متناقض. هذه مراحل صناعة. يكون القطن، ثم ينسج على شكل خيوط، ثم يصبح قماش، ثم يقص ويخيط فيصبح قميص. واضح الفكرة؟ إذن تم تكوين الجسم على هذه المراحل. التراب، قال تعالى: والله خلقكم من تراب، بصورة فاطر الآية 11. أضيف إليه الماء القليل فأصبح الطين. قال تعالى: وبدأ، نلاحظ كلمة بدأ، وبدأ خلق الإنسان من طين، بصورة السجدة الآية 7. أضيف له ماء زائد فأصبح الطين لازب، يعني شبه سائل.
إذن إنا خلقناهم من طين لازب بصورة الصافات الآية 11. هذا ليس تعارض، هذه مراحل صناعة. ثم وضع ليتخمر في الحرارة أو الشمس فأصبح حمأ مسنون. طبعا والحمأ دائما هو بقايا الطمي على جوانب الأنهار، هذا هو الحمأ. إذن وجدها تغرب في عين حمئة، يعني في منطقة مستنقعات جانب مدينة بابل، وليس في حارة، عين حارة. الحمأ لا يعني الحرارة، يعني الحمأ، الحمأة، وتسمى حاليا نوع من التربة يسمى الحمأ. إذن الحمأ ثم تعرض للحرارة الزائدة فأصبح صلصال كالفخار. إذن ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. إذن هذه هي مراحل تكوين الجسم: تراب، طين، طين لازب، حمأ مسنون، صلصال كالفخار. مراحل صناعة، هذا إلى بالنسبة إلى الجسم. نحن البشر نحن أجسام بالميم ولسنا أجساد بالدال. طبعا وزن، أعضاء داخلية وخارجية، نأكل ونشرب. إذن نحن عبارة عن أجسام. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذن يأكل الطعام في الأسواق ويمشي في الأسواق، طبعا يأكل الطعام ويمشي لأنه أجسام. ويسمى الجسم جثة بعد الوفاة، إذن بعد الموت يسمى جثة ويتم دفنه. ولا بد من التمييز بين الجسم، الجسد، البدن. والكلمات الثلاثة وردت في كتاب الله: نحن حاليا أجسام ولسنا أجساد ولسنا أبدان. الجسم قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. نحن أجسام، معدة وأمعاء وهيكل عظمي وكبد وإلى آخره، ودورة دموية وأعصاب إلى آخره. الجسد هو شكل خارجي فقط وليس فيه بالداخل أحشاء. فالملك الكريم أو الملائكة يتجسد لكن غير قادر على الأكل والشرب لأنه ما في معدة، ما في أمعاء. إذن يتجسد وبعد انتهاء مهمته يتلاشى. لكن الجسم بعد انتهاء مهمته في الحياة يتحول إلى جثة، إما تحرق أو تؤكل أو يأكلها الدود ونقوم بدفنه. إذن الجسد شكل خارجي فقط بدون إحشاء. قال تعالى صراحة: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. لكن هنا قال: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. فالجسم يأكل الطعام دوما لكن الجسد لا يأكل الطعام. الملك الكريم ما في معدة وأمعاء إلى آخره وجهاز هضمي لكي يأكل الطعام. لذلك السامري فأخرج لهم عجلا جسدا شكل خارجي فقط. ما قادر لا السامري ولا مليار سامري أن يصنع دورة دموية وقلب وهيكل عظمي وجهاز هضم وإلى آخره. يعني إذن عجلا جسدا شكل خارجي فقط. والملائكة الكرام يتجسدون. إذن فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. البشر هو هذا الشكل الذي نحن عليه الآن. أنت ترى شكل فتقول هذا حصان، ترى شكل فتقول هذا قط، ترى شكل فتقول هذا طائر، ترى شكل فتقول هذا سمكة. طبعا يعني ولو ما دخلت بأنواع السمكة، هل هو سلمون ولا قريدس ولا يعني ما دخلنا بتفاصيل نوع السمك، لكن إذا رأيت شكل تقول هذا حصان، حصان أصيل غير أصيل. لكن نتكلم البشر هو هذا الشكل الذي نحن عليه حاليا. أما البدن وهنا موضوع هام جدا 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 بالنسبة إلى فرعون. البدن هو الجسم لكن بدون أطراف، يعني البدن هو بدون أرجل وبدون أيدي وبدون رأس، هذا يسمى بدن. طبعا للدلالة على أن فرعون ليس إله، أيدي والأرجل وبقي البدن. لذلك لتكون لمن خلفك آية أنك لست إله. طبعا أي إنسان يغرق حاليا يخرج الجسم، ينجى بالجسم ولا ينجى بالبدن.
إذن قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك فقط وليس بجسمك. لماذا البدن؟ لتكون لمن خلفك آية، لكي يعلم الآخرين ما هذا الإله الذي ليس بدون أرجل وبدون أيدي وبدون رأس. طبعا يعني أحد الزملاء الطريفين قال لي أن فرعون عامل حاله إله، الرجل الرجل ما بيعرف يسبح، إذن إله ما بيعرف يسبح حتى، طبعا حاشا لله تعالى وإله المثل الأعلى. إذن البدن هو فقط الجسم لكن بدون أطراف يدين ورجلين مثل بدن فرعون. إذن الجسم، الجسد، البدن، نعطيكم الدقة مثل ما وردت في كتاب الله. نتابع حاليا، نأتي إلى النفس. طبعا التي تموت هي النفس وليس الروح، التي تذهب إلى الله هي النفس وليس الروح. لقاء نفسي، عذاب نفسي، مرض نفسي، علم النفس وليس علم الروح. ما عندنا مرض روحي، علاج روحي، ألم روحي نقول ألم نفسي. عندنا طبيب نفسي، ليس عندنا طبيب روحاني، طبيب روحي. النفس لها 5 خواص، الروح ليس لها علاقة بهذه الخواص إطلاقا. أولا النفس هي المخلوقة، قلنا قال تعالى ونفس وما سواها بسورة الشمس 7 فألهمها فجورها وتقواها. كل إنسان فيكم وكل إنسانة مهما كان على الإطلاق، طبعا مع احترامنا الشديد حتى إلى الرسل والأنبياء، كل نفس الله ألهمها الفجور قبل التقوى. لم يقل علمها، لا، إلهام. يعني فرضا يوجد الكثير من العازفين الموسيقيين لكن بيتهوفن ملهم، يعني ملهم. إذن الله ألهم كل نفس فينا الفجور والتقوى. فالأنبياء الكرام هو الذي رفع مستوى التقوى إلى أعلى مستوى وخفض مستوى الفجور إلى أخفض مستوى. هذه تحتاج إلى قد أفلح من زكاها، وليس الله زكاها، صاحب العلاقة، صاحب النفس. النفس تخطط، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا بصورة يوسف 2، ثم تأمر بالتنفيذ. إن النفس لأمارة بالسوء، لم يقل سولت لكم أرواحكم، لم يقل وروح وما سواها، لم يقل إن الروح لأمارة بالسوء. ثم هي التي تموت فقط، كل نفس ذائقة الموت وليس كل روح. ثم هي التي تحاسب يوم تجد كل نفس ما عملت وليس كل روح. طبعا هذه الأمور هامة جدا. النفس تذهب إلى الله، إلى ربك يومئذ المساق، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، إن إلى ربك الرجعى. فيمسك التي قضى عليها الموت، كل الأموات رحمهم الله نفوسهم ممسوكة عند الله، ما في وحدة اجت ووحدة راحت ووحدة ذهبت ونفس اجت ونفس فاقت ونفس رجعت من نص الطريق. قال تعالى فيمسك التي قضى الله، يتوفى الأنفس حين موتها، لم يقل الأرواح، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. لماذا الكفر بهذه الآية؟ لا، النفس فلتانه، راحت ورجعت وشافت وحكت وشافت العذاب ورجعت حكت لنا، ممسوكة بيد الله إلى يوم البعث. طبعا النفس في كتاب الله لها 3 أنواع، النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، وهذه تخص الشهوات الجنسية وغيرها وتخص حالات العدوان، وفي علم النفس تسمى الهوى عند سيغموند فرويد. النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه النفس تحاول إرضاء الشهوات بالطرق الشرعية والقانونية والآداب كي لا تتعرض للعقاب، اسمها فرويد بعلم النفس الأنا، دوما هي بحيرة تحاول إرضاء كل الشهوات والغرائز دون التعرض إلى العقاب. أعلى النفس هي النفس المطمئنة، هي دوما راضية مرضية، وهذه هي القيم والأخلاق وعمل الخير، واسمها علم النفس الأنا الأعلى. إذن وهذه النفس هي على الصراط المستقيم الذي يهدي إليه الله في الدنيا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هل هداني إلى شعراي وسيف فوق جهنم، دينا قيما بصورة الأنعام 161، وليس دينا قيما،
إذن القيم والأخلاق. لذلك أهم شيء بالصراط المستقيم هو كتاب الله، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط المستقيم. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. مستقيم. إذا لم تستمسك بكتاب الله فأنت لست على الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إنك على صراط مستقيم، هذا هو موضوع النفس. نأتي إلى الروح. الروح دائما، طبعا أحيانا كلهم يقولون يسألك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني ما تناقش يا أخي. من هي تفيد البضع أو تفيد القلة؟ نقول عندي شيء من المال، وليس عندي شيء من المال، عندي شيء من الشيء الفلاني، عندي شيء من البضاعة. من طبعا الأمر هو قدرة الله الكلية في الكون، لا قوة إلا بالله. أي شيء في الكون ما عنده ولا قوة على الإطلاق. لذلك فكروا كثيرا بسورة الأعراف الآية 54، هي بتحسم كل الموضوع بالنسبة لله. ألا له الخلق والأمر، يعني لله المادة والطاقة في الكون، لا يوجد أي إله آخر وما عنده ولا إلكترون إله آخر. ألا له لله سبحانه وتعالى الخلق والأمر. الأمر هو الطاقة الكلية في الكون. لذلك دوما نلاحظ بس وردت كلمة الروح حكما خلف في كلمة أمر. الروح من الأمر، يعني حينما أقول لك من أين تحصل على تيارك الكهربائي في البيت، تقول لي أحصل عليه من كهرباء المدينة، من شركة الكهرباء العامة في المدينة. فأنت تحصل على من، على طاقة جزئية من التيار الكهربائي من الطاقة الكلية عند الشركة في المدينة. حينما أقول لك أنت تأخذ خط واحد من شركة الموبايل، لكن شركة الموبايل عندها خطوط هائلة، أنت تأخذ خط واحد، هذا هو الروح. إذن سوف نعطي، إذن الأمر هو كل قدرة الله الكاملة منها يعطي أرواح. لاحظوا معنا بعض الآيات، قل الروح من أمر ربي، أي هي غيض من فيض. الروح من أمر ربي، ينزل الملائكة بالروح من أمره. إذن الروح هي قسم من أمره، يلقي الروح من أمره على من يشاء. الروح من أمره، تنزل الملائكة والروح فيها، ليس جبريل، لو جبريل عليه السلام لازم يقول والروح معها، الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أنواع الطاقة. إذن هي قدرة الله الكاملة الأمر، يرسلها في كل الكون. نحن نستقبل هذه الروح، نستقبل الروح لكي نتحرك بها. والروح هي طاقة جزئية من قدرة الله الكلية التي هي الأمر. الروح ليس لها علاقة بقرارة الإنسان. مثال، عندك جهاز موبايل، الشركة أعطتك روح، أعطتك خط. إذا الشركة قطعت عنك الروح، قطعت عنك الخط، فجهازك صفر، جهاز الموبايل. اضغط، حاول تضغط، حاول تتصل، صفر. قراراتك النفسية صفر إذا لم تحصل على الروح، على الطاقة، على الخط من الشركة. إذا سكنت في بيت وشركة الكهرباء لم يعطوك الطاقة الكهربائية للبيت، حاول الضغط على الأزرار، لن يولع ولا مصباح، ولن تعمل أي جهاز في البيت على الكهرباء، جهاز كهربائي. إذن هذه هي الروح. يعني على سبيل المثال، المال أحيانا يشكل الروح أو القوة الشرائية. حينما تعطي لشخص مبلغ من المال، طبعا ينفقه إما بالخير أو بالشر بقرار نفسي، لكن أنت أعطيته الطاقة، أعطيته القوة الشرائية، القوة الشرائية. إذا ذهب إلى السوق وليس عنده مال أبدا، فالقوة الشرائية صفر، ولو شاهد
كل الأمتعة وكل الأمور رخيصة أو غالية لا يستطيع أن يشتري شيء على الإطلاق، لأنه ما عنده روح، ما عنده الحيوية، ما عنده الطاقة، ما عنده القدرة على الشراء. إذن هذا مثال عن الروح فقط. إذن والروح ليس لها علاقة بقرارات الإنسان، المال اللي بجيبك ما له علاقة بقراراتك. انفق المال إما بالحلال أو بالحرام أو بالخير أو بالشر أو على كل شيء. إذن مثل الموبايل ومحطة التلفزي، أجسام الناس نحن أجسام مستقبلة للروح، ومع الزمن يضعف استقبال الروح. يعني عندك مثلا جهاز موبايل، عندك جهاز تلفزي، مع الزمن يضعف الصوت والصورة. يعني كمان الإنسان يتقدم به العمر يضعف عنده القوة والحركة، يضعف عنده استقبال الروح. لذلك أحيانا جهاز عندك جهاز للتلفاز، إذا حطمت القواعد التي تحمل الجهاز يبقى الجهاز يعمل، لكن إذا حطمت الشاشة مثلا فالجهاز يتوقف على العمل. لذلك الإنسان طبعا عافاكم الله جميعا، إذا قطعنا يده يبقى على قيد الحياة، لكن إذا قطعنا رأسه يموت فورا. إذا قطعنا رجله أو رجلين أو اليدين، إذا بعض الأمور غير حساسة في جسم الإنسان ولو تم عملية استئصاله، يعني استئصال الكبد مثلا، استئصال المرارة، بعض الأشياء، لكن في أمور حساسة جدا لا يمكن استئصال القلب وإلغائه، لا يمكن استئصال الدماغ، هذا فورا يؤدي إلى القتل. لذلك الله سبحانه وتعالى حرم القتل جملة وتفصيلا، لأنك تقوم بمنع هذا الجسم من عملية الاستقبال. طبعا أحيانا ربما يكون في بعض الأشخاص داخل الغرفة كلهم عندهم أجهزة موبايل، الشركة تقطع الاتصال عن أحد الأشخاص لكن باقي الموبايلات تعمل. هذا ما نراه حاليا، يعني ربما عافاكم الله جميعا إنسان في حالة وفاة، فالإنسان يموت لكن اللي حوله كلهم أحياء، يعني يشاهدون عملية الموت. إذن الله سبحانه وتعالى قطع الروح عن هذا الإنسان. إذن عمليات القتل هي تخريب مناطق في الجسم تستقبل الروح. عند النوم الله سبحانه وتعالى يخفف الروح لكن تبقى النفس تعمل، ترى أحلام وترى منامات وتتكلم وتذهب، النفس تعمل لكن الروح تم عملية تخفيفها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى عند الصباح. فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، لم يعطينا روح تكفيني بنشاط ليلا نهارا مثلا لفترة 40 سنة، لا، قال لي يعني مثال، نعطي مثال زي الموظف، الدولة تعطيه راتب شهري، يعني ما بتعطيه راتب سنوي، أو مثلا تعاقد للعمل 20 سنة يعطوه فورا مبلغ يعادل رواتب 20 سنة، خذ روح تصرف بها 20 سنة، لا، نعطيك الراتب كل شهر بشهره، آخر الشهر بقي عنده، لم يبقى عنده مال تدين ماديا، أول الشهر يعطوه الطاقة المالية، خذ الراتب، يصرف كذا كذا، ثم يقل الراتب، خذ هي جرعة أخرى من راتب الشهر القادم. هذا الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى النوم وبالنسبة إلى اليقظة. لكن عند الموت يقطع الله تعالى الروح، يقطع الله سبحانه وتعالى الروح عن الشخص المتوفى. لذلك وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن ربها، يقطع. إذن نلاحظ توزيع الأدوار، وطبعا دوما ولله المسؤول الأعلى، الله سبحانه وتعالى له علاقة مع الروح، يقطع الروح، الملائكة الكرام تعالج النفس وليس لها علاقة مع الروح، الملائكة يرجعون النفس إلى خالقها، إلى ربك يومئذ المساق. إذن فيمسكها الله إلى يوم الحساب، فيمسك التي قضى عليها الموت. إذن الملائكة تعالج النفس، البشر نعالج الجسم ونقوم بتغسيله وعملية دفنه. إذن توزيع الأدوار، الله سبحانه وتعالى له علاقة مع الروح، يقطع الروح بحال الوفاة، الملائكة الكرام تأخذ النفس إلى خالقها بدون رجع وما رجع ورجعنا بنص الطريق ورجعوا ورجعوني، لكن البشر نعالج الجسم الذي يسمى الجثة ونقوم بعملية الدفن. عنوان حلقة اليوم هي النفس والروح، هذا السؤال الذي يتبادر إلى الكثير من أذهان الناس. سنوضح لكم في هذه الحلقة بإذن الله أنواع النفس في القرآن، أنواع النفس عند الآخرين، ثلاثية تكوين الإنسان، ما هي الروح وما علاقتها بالأمر، كيف تعمل النفس مع الروح، ما هي الوفاة وما هو الموت. المقدمة قبل أن نبدأ بفقرتنا الأولى، طالما نتحدث عن النفس، هنالك
الكل يعلم يسمى علم النفس، ولا يوجد علم يسمى علم الروح. فدائما يهتم الإنسان بالنفس ونقول العذاب النفسي ولا نقول العذاب الروحي. لكن الموضوع هو أن جميع علماء النفس يدرسون السلوك فقط دون فهم طبيعة النفس الإنسانية، يدرسون سلوك النفس فقط بشكل مجرد دون أن يهتموا بدراسة النفس البشرية وطبيعة تكوين هذه النفس البشرية وقواها. ركزوا على الأمر النفس واهتموا بالسلوك فقط، فظهر القصور الواضح في مجال الدراسات الإنسانية، لأنهم لم يدرسوا ماهية النفس وطبيعة النفس، درسوا فقط سلوكها. لكن القرآن الكريم، طبعا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه النفس وهو أدرى بمكنوناتها، لكن دون الرجوع إلى القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف ستبقى كل الدراسات أو ما يسمى علم النفس سيبقى قاصرا. القرآن الكريم عن طريق القصص أو القصص الحق، الذي طبعا كل قصص القرآن هو قصص حق، وهنالك أحسن القصص، أعطانا فعلا الدراسات المعمقة عن النفس البشرية، فلا يعرض القصة من حيث أحداثها فقط، لكن كان يدخل إلى خصوصيات النفس الداخلية والمشاعر الداخلية. لذلك قال تعالى بسورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة. فالقصص القرآني يعطي التنوير الكافي واللازم للإنسان لكي يفهم طبيعة النفس. الآن نأتي إلى الفقرة الأولى لكي نفهم أنواع النفس في القرآن. قسم القرآن الكريم النفس الإنسانية إلى ثلاثة مراتب: النفس الأمارة، وهي النفس الشيطانية ودائما تأمر بالسوء. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، ولم يقل أمارة بالخير، فحسب ما ورد بسورة يوسف الآية 53. بعلم النفس يسمون النفس الأمارة بالهو. النفس اللوامة التي أقسم الله بها ولم يقسم الله بالنفس الأمارة، فقال تعالى بسورة القيامة الآية رقم 3: ولا أقسم بالنفس اللوامة. طبعا الله يعني تعني توكيد القسم. النفس اللوامة تسمى بعلم النفس الأنا، النفس المطمئنة. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، بأواخر سورة الفجر. النفس المطمئنة بعلم النفس يسمونها الأنا العليا. هذه تقسيمات النفس في القرآن الكريم، إذن النفس الأمارة، النفس اللوامة، ثم النفس المطمئنة. ما هي أنواع النفس عند الآخرين بهذه الفقرة؟ عند الآخرين نأخذ مثال لاوتسو، أي الفيلسوف الصيني، في عام 600 قبل الميلاد تقريبا عاش بتلك الفترة، ولا يزال فكره حتى الآن أو المعتقدات التي قالها شائعة بتلك المنطقة. فقسم النفس إلى ثلاثة أنواع، فقال: النفس العاقلة مركزها في الرأس وترتفع إلى السماء بعد الموت. قال: النوع الآخر من النفس أسماها النفس الحساسة، قال: مركزها في الصدر، هي التي تنزل إلى القبر لكي تحاسب. النفس الثالثة سماها النفس المادية ومركزها المعدة، وقال: هي التي تتقمص شخصا آخر بعد الوفاة، ومن هنا جاءت عقيدة التقمص. إذن نفس عاقلة في الرأس ترتفع بعد الموت، نفس حساسة في الصدر تنزل لكي تحاسب، والنفس المادية في المعدة وهي التي تتقمص. عند العالم الغربي، عند فرويد بشكل خاص، قسم النفس إلى ثلاثة مراتب: الأنا الأعلى أو السوبر إيجو، قال: هي الضمير والقيم والمبادئ والأخلاق، وتأتي عن طريق التربية وعن طريق الأخلاق، السوبر إيجو أو الأنا الأعلى. ثم جاءت الأنا، قال: هي النفس المضطربة تحاول التوازن بين الهو الأدنى وبين الأنا الأعلى، وسماها الإيجو، تحاول إرضاء الغرائز لكن دون التعرض إلى العقاب والأذى. إذن هي تحاول الحصول على الغرائز والوصول إليها لكن دون العقاب، فتعطي هذا الوضع التوازن. المرتبة الأدنى هي الهو أو الإيد، هي الغرائز والعدوان والجنس وكل أنواع الشهوات. إذن القرآن الكريم جاء لكي يعطي الفكرة الأساسية لتقسيمات النفس.
ثلاثية تكوين الإنسان. هذه الفقرة نأخذها من الآية الكريمة التي تقول الله يخاطب الملائكة بسورة حسب ما ورد بسورة صاد الآية 71: إني خالق بشرا من طين. إذن الإنسان يتكون من الجسم وليس الجسد. الجسم بالميم، يعني هنالك وزن، هنالك معدة، هنالك أمعاء، هنالك هيكل عظمي، هذا هو الجسم الذي له وزن. أما الأجساد فهي الطاقة المكثفة. قال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. والسامري أخرج إلى قوم موسى عجلا جسدا. لا يستطيع السامري أن يصنع هيكل عظمي والدورة الدموية ومعدة وأمعاء أو عين وأذن وأنف وحنجرة، لذلك أخرج لهم عجلا جسدا. فالإنسان إذن الإنسان مكون من جسم وليس جسد. إذن إني خالق بشرا من طين، هذه المادة. وهنالك قضيتين من الطاقة، واحدة للنفس وواحدة للروح. إذن إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ماذا سوى؟ قال تعالى: ونفس وما سواها ونفخت فيه من روحي. إذن خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن جسم زائد نفس زائد روح. إذن يمكن أن نفسر ظاهرة الحياة بالشكل التالي: هي نفس تسكن جسما. إذا غادرت النفس هذا الجسم نكون في حالة الموت. الموضوع الهام أن نفخ الروح من الله طبعا، وكل إنسان فيه شيء من روح الله، فالملحدون هم الذين يتخبطون، يتخبطهم الشيطان من المس، لكن الإنسان عنده هذه العلاقة لأن فيه نفخة من روح الله. نفخة الله في الإنسان وبآدم الأول هي بداية استقبال الإنسان لهذه الطاقة الإلهية. قال تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه. لماذا؟ لكي تعمل الحواس والأعضاء حسب ما ورد بصورة السجدة الآية رقم 9. تقول الآية: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن نفخة الروح الإلهية من أجل أن تعمل هذه الأعضاء وتقوم بواجباتها. هنالك موضوع يثير الكثير من التساؤل حسب ما ورد بصورة المائدة الآية 116: كيف يقول عيسى إلى الله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ هل الله سبحانه وتعالى له نفس والله يقول كل نفس ذائقة الموت؟ الله سبحانه وتعالى ليس له نفس بالمعنى المعروف لدينا، لكن كلام عيسى عليه السلام ليس له مدلول النفس بالنسبة إلى الله بالمعنى المعروف لدينا. فحينما قال عيسى: تعلم ما في نفسي، أي أنت تعلم ما أخفيته عنك ولم أتكلم به، ولا أعلم ما في نفسك، أنا لا أستطيع أن أعلم أي شيء أخفيته عني، لذلك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن النفس الإلهية معناها ما أخفى الله علينا من علوم وعلينا من مشاهد، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هذا هو معنى النفس بالنسبة إلى الخالق سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء. سبحان الله عما يصفون. إذن هو دائما يأخذ العلو وله العلو عن كل الصفات وعن كل الخواص التي نتحدث بها ضمن مفهومنا البشري الضيق، لأننا أوتينا من العلم قليلا. الفقرة الثالثة هي: ما هي العلاقة بين الروح وبين الأمر؟ الأمر والروح. قال تعالى بسورة الأعراف الآية 54: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو المادة، والأمر هو كل الطاقة الموجودة في الكون والتي تخص الله وحده سبحانه. لماذا؟ قال الله صراحة في سورة الكهف: لا قوة إلا بالله. فالأمر هي كل القوة وكل القدرات التي يحتفظ بها الله لذاته الكريمة سبحانه وتعالى، فقال: لا قوة إلا بالله. لكن الروح أو الأرواح التي نحصل عليها هي شيء أو قسم صغير من هذا الأمر الكبير. نحن أحيانا نقول مثلا: أنا آخذ الكهرباء في بيتي من مؤسسة الكهرباء العامة. فلله المساوي الأعلى. طبعا مؤسسة الكهرباء العامة عندها كل خطوط التيار وكل مستويات التيار العالي والمنخفض والمتوسط.
أما الإنسان يأخذ من الكهرباء العامة. لذلك وردت الآية الكريمة صراحة: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن هي جزء بسيط من قدرة الله الخالصة. لذلك كلما ورد كلمة الروح يأتي بعدها كلمة أمر. فقال تعالى مثلا في سورة الشورى: وأوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا ما أردنا إيضاحه لكم، أن النفس هي التي تموت، والنفس هي التي سوف تحاسب، والنفس تذهب إلى خالقها مباشرة ولا تعود ولا ترجع وما لها علاقة، وهي في حالة سكون. كل الشكر لكم، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه وبركاته.